اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه ديال انفاس لهذا الموضوع اللي بغينا نطرقوا عليه. وسميتو وانا سعيد بهذه الاستضافه، وانا عند نحاول نبسط لكم هذا الموضوع ان شاء الله. اليوم الموضوع هو التهاب الأذن عند الطفل. هذا علاش موضوع مهم، حيت كثير زعما بزاف ديال الناس كيعانيو. هو واحد هذا المشكل كيصايب الدري الاكثريه بين نقولوا حنا بين 3 شهور و 6 سنين الاكثريه في هاد الاعمار اللي كتراوح بين 3 شهور والسنين. غير هو دونك في هذاك الوقت اللي كيكون الدري كيتعرض اكثر، كيكون شويه المناعه ديالو كتقدر كيكون هو اكثر عرضه لهذا الاسباب. هما دابا هاد الالتهابات كيكونوا تعفنيه، هو واخا 80 الاكثريه ديال الوقت التعفن كيكونوا دي فيروس، ولكن بعض المرات كيكون هذا التعفن من بكتيريا اللي كتصيب الودن. فهاد ايه كاينين شي حاجات اللي كتكون، كاينين شي اسباب اللي كتكون الدري معرض اكثر، اما عنده جلود مثلا، اولا عنده داك لو ريفلكاسو اوزوفاجيا هي ملي كيكون عنده المعده كيكون هذا. كاينين بزاف ديال اولا المناعه شويه هابطه كيقدروا يخليوا هاد الطفل كيتعرض اكثر من الاطفال الاخرين لهذا السبب. وطرق الحمايه اذا اللي كنا عارفين هذا الولد عندنا عنده شي مشكل، مثلا جلود خصنا نداويو الجلود، كان عنده مشكل ديال هاد المعده كان نداويو المعده، كانت عنده المناعه كنحاولوا يتبعوا الطبيب على ديك المناعه اللي عنده هابطه. اذا كنقلبوا على هاد المشاكل اللي كي هاد. اما العلاج ديالها هي في الاكثريه ديال الوقت سميتو العلاج بعض المرات ملي كيكون فيروس كنحاولوا نعطيو غير مضادات ديال بحال كنقولوا اللي كيحيدوا الحريق ويحيدوا السخانه، هادشي اللي كنقدروا نديرو. ملي كيكون تعفن بكتيري كنعطيو ديك الساعه المضادات الحيويه. وحيت كثيره دابا الاكثريه حيت كثيره بزاف، وعاود ثاني حتى هي بحال مثلا حيت الام كتكون ما كتعرفش ولدها اش كيوقع ليه، اذا شنو كيوقع كيدري كيرجع يبكي بزاف، كيرجع ما باغيش يرضع، كيرجع فيه السخانه، كيرجع متوتر، كيرجع بعد الحريق ديال الودن كثير بزاف. غير حنا علاش كنعطيوه الاهميه هذا الموضوع، حيت شحال ما داوينا الطفل في هذا العمر والاذن التهاب ديال الاذن كنعطيوه الاذن كتكون صحيحه وما كيبقاش يدير لينا مضاعفات ملي كيكبر بهذا المرض. كاينين شي نوع ديال الاطفال كيتعرضوا لهذا السبب كيتعاود عندهم كيكثر، هذاك الشيء علاش كنحاولوا نقلبوا على السبب اللي كنقدوا حنا مثلا جلود مثلا اللي كيكون هذاك بحال اللي حيدنا الجلود ما كيبقاش الطفل يتعرض بزاف لهاد الامراض ديال الاذن، حيت هي الاكثريه التهابات اللي كيجيو في هذا العمر هذا. وهي الحماية بحال أي حماية ديال الواحد من النزلات ديال البرد، الدري هذيك هي الحماية، ولكن حيت بعض المرات كتكون هاد الودن قبل ما يتمرض ليه ودنه يقدر يكون عنده شي نزلات البرد، هي نيفو انسداد الأنف أولا شوية الحلاقم أولا شي حاجة اللي كدير، خاصنا نداويوها في ذاك الوقت اللي كيكون هو في هاد الحالة باش ما يوصلش التطور والتطور والضر حتى الأذن حتى هي. أه
الاكثريه هذوك التهاب، دابا التهاب ديال الاذن، حيت دابا اللي مهم مثلا اول حاجه التشخيص ديال الالتهاب ملي كيكون الدري كنشخصو حيت حنا غير ملي كنهضروا على التهاب الاذن هي كدوز هاد الاذن بثلاثه ديال المراحل، المره الاولى كتحمر، المره الثانيه كتقيح، والمره الثالثه كتخوى من داك القيح ديالها وتقدر الاذن تبقى محلوله. الوالدين اللي خاصهم يعرفوا هي ملي كنعرضوا ولدنا على الطبيب هذا كيعاونوا كيعاونوا بالدواء اللي كيصلح ليه، هما ديال المضادات الحيويه ولا ضد السخانه ضد زعما ارتفاع الحراره. وعاوتاني خاصنا نوصيو حنا اللي كنبغيو هما الوالدين ملي كتكون الدري ودنه مريضه من الاحسن ما يعوموش، ما يخليش الماء يدخل ليه لودنه، حيت بعض المرات هذوك ثلاثه المراحل اللي كيدوزوا في الودن كيقدروا يخليوا داك الثقبه محلوله ويقدر يعاني منها الطفل من بعد في حياته المقبله. والثاني هو المشكل اللي كنخافوا منه، علاش خاصنا لابد نداويوها؟ حيت كاينين مضاعفات اللي كيقدروا بعض المرات يكونوا واعرين، كبحالاش؟ كبحال مثلا شلل ديال الوجه، كبحال لامينانجيت التهاب السحايا، كبحال ابسي ديال سميتو تعفن ديال الدماغ. اذا كيكونوا شي مشاكل، هذا شي علاش خاصنا الدري ملي كيكون مريض خاصنا نداويوه. ولكن الدري حيت هو حنا بعدا باش كنعرفوها بالزربه هاد الالتهاب ديال الاذن بالدرجه ديال الحريق، كيكون الدري كيبكي بزاف والحريق فيه اكثر من القياس، اذا كيطلب المساعده الدري ماشي هو كيكون. وعاوتاني كاين مشكل اخر اللي كيكون ملي كدوز داك الالتهاب ديال الاذن، وهذا كيقدر يخلي لينا الماء وسط الودن ما كيدوبش بالزربه، واكثريه داك الدري كيكون عنده واحد الانسداد في لا ترومب دو ستاش، هي واحد الجعبه اللي كتجمع بين النيف والودن، هي اللي كتهوي الودن. ملي كيكون فيها انسداد كتقدر بعض المرات الماء اللي كيكون وسط الودن تجمع وسط الودن ما كيقدرش يحيد بالزربه. اذا هذاك الوقت اش كيكون؟ الدري كيبقى السمع ديالو ناقص، وهذاك السمع ناقص اذا بعض المرات مع الطفل في هذاك العمر كيكون باقي صغير، وهو في الوقت اللي كيتعلم النطق وخصو يسمع الكلمات بزاف باش كيعمر لو لونغاج ديالو، هي الدرجه ديال الكلمات اللي كيعرف باش يقدر يتواصل. اذا اللي كانت الودن ما خداماش مزيان اذا كيكون الدري ناقص شويه في التعبير ديالو. ودابا حنا اللي كنخافوا منها هذوك، حنا كنهضروا غير على التهاب الاذن الحاد. الاذن الحاد هي خاصو يحيد بين كاع في ثلاثه السيمانات كيتبرى الاذن، واخا بالطرق واخا ما يداروا غير الطرق زعما التقليديه، واخا غير انتيبيريتيك زعما ديال ضد السخانه، الاذن كتبرى راسها. ولكن بعض المرات كنخافوا دوز سميتو لاكرونيسيتي، هي كترجع ديك الودن ما كتبقاش، كترجع مثلا تثقب وتبقى شاده الميكروب، وملي كيعوم كيزيد هذا، اذا كيعاني بتعفن، كيرجع التعفن كيتعاود عند الدري، كيبقى يتكرر هذا التعفن عند هذا اللي ما تخرجش بالطريقه الصحيحه وتعالج منه بالطرق اللي كيكتبها ليه الطبيب، اللي كيوصفها ليه الطبيب. هو في الحقيقه دابا ملي كنقولوا التهاب ديال الاذن معلوم العلاج دوائي خصو ياخذ، واكثريه اللي عرفنا راه عنده تعفن ناتج عند بكتيريا، اذا خص لابد المضادات الحيويه باش هذاك الميكروب يتقتل والاذن تعالج. اذا هذا هما بعض المرات كاينين في واحد الحالات اللي كنكونوا تال كنوقفوا على الجراحه. شنو هي الجراحه؟ هي بلاصه انا قلت لكم اللي كاينين ثلاثه ديال، كاينه المره الاولى كدار الودن كتكون حمراء،
شويه شويه كتجمع شويه القيح وشويه شويه داك القيح كيخوى وكيخلي في بلاصتو تقبى. هذاك القيح ملي كيكون مجموع بعض المرات كيتجمع وما كيقدرش يخرج وكيكون كيرجع داك الطفل كي الصراخ كيكثر عنده بزاف وما كيستحملش وكيكون خاص الطبيب بعض المرات كيكون هذه الحاله الحمد لله نادره بزاف قليله بزاف ولكني خاصنا لابد نحلوا داك القيح نخويوه واخا غير بواحد بتيت باراسانتيز كنعيطوا له حنا لا باراسانتيز باش داك القيح يخوى والدري ما يبقاش ضارو ما يبقاش عنده الحريق بزاف.